السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الدكتور عمر. إن شاء الله النهارده بناخد قانون دولي عام لفرقة أولى حقوق المنصورة سمر كورس. أنا عندي تقسيمات القانون الدولي العام، صفحة كام يا دكتور عمر؟ صفحة 16. صفحة 16، تمام؟ طيب، زمان قديما كان يقسم القانون الدولي العام إلى قانون الحرب وقانون السلم. ليه؟ لان الحرب ايامها هي اللي كانت كل شويه تتعمل، فالقانون الدولي العام اتعمل علشان المشكله دي، مشكله بين الدول كل شويه حروب ومشاكل، فعمل القانون ده عشان الموضوع ده بالذات ساعه زمان قديما يعني. طيب حديثا بقى مشكله الحرب اتحلت، ولكن ظهر مشكلات تانيه كتير. زي ايه؟ ظهر عندي زي مشكلة الاقتصاد. لما الحروب وقفت بقى في عندنا اقتصاد ومشاكل بتحصل بين الدول، بس مش حروب، مشاكل بتحصل اقتصادية. طبعا احنا خدنا اقتصاد وفاهمين. طيب الاجتماع، العلاقات الاجتماعية، طب الثقافة بين الشعوب وبعضها، الدول وبعضها، البحار، سفينة مثلا من امريكا عايزة تعدي تروح مثلا ليه سفينة تانية في دولة تانية، فهتعدي على دولة في النص. المشكلة دي تتحل ازاي؟ بقى في برضه هنا جزء خاص بالكلام ده. طب الفضاء، سفينة فضاء طالعة هتكتشف حاجات، هتعدي مثلا على او جنب فضاء دولة تانية، او في حاجات مشتركة بتحصل. عندنا البيئة، دولة مثلا فيها مصانع كتير وبتطلع الدخان على دولة تانية جنبها، اللي هيحصل كل دي في القانون الدولي الايه العام. تنمية، دولة مثلا عندها صناعة ودولة تانية نامية يعني ما عندهاش صناعة، هنحل طبعا ازاي نوفق بينهم، نخلي الدوله اللي عندها صناعه تبعت للدوله الناميه ديت، تبعت مثلا الصناعات بتاعتها توفق العلاقه بتاع دي قانون دوله. حقوق الانسان، دوله بتحارب دوله، كل شويه دوله قويه بتحارب دوله ضعيفه، كل شويه الدوله القويه تضرب الدوله الضعيفه، فاحنا عايزين نحمي الدوله الضعيفه، فبنعمل معاهدات في قانون الدوله العام ده بيتكلم عن المواضيع دي. طيب تعال نبص كده لفروع القانون الدولي العام، هما 12 فرع وفي علماء تانيين قسموه لثلاث فروع، احنا هنشوف مع بعض دلوقتي كل حاجه. هنجيب اول فرع ده اهو، الفرع الاول قانون التنظيم الدولي. قانون التنظيم الدولي، طبعا الحلقه ديت يعني او الكورس ده النهارده انا عايزك تركز في الكلمات بس، لان الاسئله بتاعتك صح وغلط واختياري، فممكن لو الدكتور جابني الحاجات ديت يعني تتلخبط، فانا عايزك تركز بس شويه. قال لك القانون اللي هو التنظيم الدولي ده يطلق عليه القانون الدستوري او الاساسي للمجتمع الدولي. يبقى قانون التنظيم الدولي يطلق عليه القانون الدستوري او الاساسي للمجتمع الدولي. طيب قال لك ايه كمان؟ قال لك عادة ما يهتم بتنظيم المنظمات الدولية التي تنشأ داخل المجتمع الدولي، فيتولى تحديد اهداف المنظمه ومبادئها ووظائفها. يبقى ده بيعمل حاجتين، يطلق عليه القانون الدستوري وبينظم العلاقات بين المنظمات الدوليه دي داخل المجتمع الدولي. طيب الفرع الثاني القواعد العامه للقانون الدولي العام. القواعد العامه للقانون الدولي العام قال لك بتتضمن ايه؟ بتتضمن الاحكام التي تتعلق باشخاص القانون الدولي العام. زي ايه؟ العلاقات الدبلوماسيه مثلا او القنصليه، المسؤوليه الدوليه، نظام الحمايه الدبلوماسيه، مصادر القانون الدولي، طرق تسويه المنازعات الدوليه، كل ده داخل جوه اطار الايه؟ القواعد العامه للقانون الدولي العام. قواعد عامه بنمشي عليها، علاقات دبلوماسيه، علاقات قنصليه، مسؤوليات دوليه، كل ده في البند بتاع الفرع الثاني ده. طب الفرع الثالث القانون الدولي الاقتصادي، طبعا من اسمه بيتكلم عن ايه؟ قال لك هو احد الفروع الجديده او الحديثه للقانون الدولي العام، خلاص؟ وبيسعى بقى من اسمه دوت الى تنظيم العلاقات الاقتصاديه الدوليه. كل حاجه من اسمها، يعني حتى انا الفرع الرابع عندي اهو القانون الدولي للبحار، بيعمل ايه؟ يتولى تحديد المساحات البحريه. تمام؟ من اسمه، كلمته اهو القانون الدولي للبحار، تولى تحديد المساحات البحريه، تسوية المنازعات، قانون الايه؟ البحار. الفرع الخامس القانون، هو الدكتور عمر يعني بيختصر ليه؟ لان الكلام اصلا بسيط، لو فتحت الكتاب هتلاقي كل واحد تحته كام سطر، يعني الكلام مش محتاج شرح.
هو زي ما قلت لك هي حاجات معلومات انت بس تقراها كذا مره بحيث انها تبقى ثابته في دماغك عشان ما تتوهش. الفرع الخامس القانون الدولي للعمل، برضه من اسمه قسم العمال ده بنشوف اهو. تنظيم علاقات القانونيه الدوليه للعمال، تمام، اهوت حمايه العمال، تحديد مواعيد العمل، يعني كل حاجه خاصه بالعمل الدولي ده بيحدده. الفرع السادس القانون الدولي لحقوق الانسان، وخلي بالك معايا الفرق بين القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي للانسان، ده الدولي الانساني. في فرق بين القانون الدولي لحقوق الانسان والفرع السابع القانون الدولي الانساني. الفرق بينهم ايه؟ قال لك القانون الدولي لحقوق الانسان دوت بيطبق وقت السلم اللي هو اول واحد ده حقوق اللي هو القانون الدولي لحقوق الانسان، انما القانون الدولي الانساني بيطبق وقت الحرب. تمام كده؟ يبقى القانون الدولي لحقوق الانسان ده قال لك اساسا ما يسمى بالشرعيه الدوليه، خلاص؟ لحقوق الانسان اللي هو يعني اللي هو الاعلان العالمي لحقوق الانسان. الاعلان العالمي لحقوق الانسان ده اللي هو القانون الدولي لحقوق الانسان. طب القانون الدولي الانساني قال لك دوت بيستخدم في وقت الحرب، وده بقى لما بيكون في عمليات مسلحه بتحصل القانون ده بيشتغل. طيب الفرق الثامن ايه؟ القانون الدولي للبيئه، وده خاص بالتلوث بتاع البيئه والحفاظ على الهواء والتربه والنهر والبحر والكلام اللي انتوا عارفينه ده. الفرع التاسع قانون الدولي للفضاء، ده خاص بقى ايه؟ لو في سفينه هتطلع الفضاء هتستكشف حاجه، هتستكشف اجرام سماويه، هو ده القانون اللي بينظم هذا الامر او استغلال الفضاء الخارجي. تمام كده؟ الفرع العاشر القانون الدولي الجنائي، ودوت بيتكلم عن الايه؟ ها؟ او المشاكل او الجرائم اللي بتحصل في الدوله، اي ما يعده المجتمع الدولي جريمه. يعني شوف يتضمن القواعد التي تحدد ما يعتبر جريمه دوليه، ما يعتبر جريمه ايه؟ دوليه. طيب عشان طبعا الصبر ما كفتش نكتب ال 11 وال 12 احنا هنشوفه مع بعض من الكتاب. وكل ده بنتكلم وصلنا للايه؟ للفرع العاشر. طيب الفرع ال 11 بقى القانون الدولي للتنميه، وقلناه في الاول بتاعه الشرح اللي هو لما تكون في دوله صناعيه وهتبعت تنميه بتنمي دوله ثانيه ناميه اهو. تعالى نقرا مع بعض كده. مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على العلاقات الاقتصادية بين الدول النامية والدول الصناعية. تمام؟ طب بيفيد ايه القانون ده؟ قال لك بيفيد الى تصحيح اختلال التوازن في العلاقات الاقتصادية الدولية وتوجيهها لصالح الدول النامية. طيب ال 12 بقى القانون الدولي الإداري. ده طبعا بيحقق التعاون الدولي بين مختلف السلطات الإدارية في عدد من الدول. يعني بيبقى في إدارة بين الدول، القانون الإداري ده هو اللي بينظم الإدارة دي. طيب في بقى فقهاء قسموا القانون الدولي إلى ثلاث تقسيمات. قال لك أول حاجة من حيث موضوعه، لو فتحت الكتاب معايا هتشوف صفحة 19. من حيث موضوعه قلناهم قانون دولي اتفاقي، دولي إنساني، حقوق إنسان، قانون دولي للفضاء، دولي بحري، دولي جوي إلى آخره. المعيار الثاني تقسيم القانون الدولي من حيث المخاطبين بأحكامه، دي فيها ثلاث حاجات وخلي بالك معايا. الحاجة الأولى قال لك تشمل القواعد ذات المضمون العام والتي تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي آلياً ودون الأخذ، خلي بالك معايا من كلمة ودون الأخذ لأن اللي تحتها في اختلاف منهم في الحتة دي. ودون الأخذ في الاعتبار الفوارق بينهم. زي إيه بقى؟ قال لك زي قواعد التعويض عن الأفعال الضارة، يبقى هو بيقسم أول واحدة الإيه؟ إن هو مفيش أخذ للفوارق بينهم، كلهم إيه؟ زي بعض. انما الفئه الثانيه بيقول لك ايه؟ بيقول لك هي القواعد ذات المضمون العام التي تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي، ولكن شوف مع الاخذ في الاعتبار الفوارق المترتبه على الطبيعه القانونيه لكل منهم. يعني هو هنا في هنا فوارق بينهم زي ايه؟ قال لك اهليه ابرام المعاهدات، اهليه ابرام المعاهدات في فرق بين أهل يعني بين كل معاهده والثانيه، مش كل المعاهدات زي بعضها. انما الفئه الاولى قال لك مفيش فوارق بين ايه؟ بين العلاقات دي. طيب الفئه الثالثه قال لك قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي، زي مثلا القواعد المتعلقه باقليم الدوله او بجنسيته. ده اللي هو المعيار الثاني. المعيار الثالث وداخل المعيار هنختم به عشان ان شاء الله نتكلم مع بعض في الحلقه الجايه نشره القانون الدولي العام وتطوره. وخلي بالك كل ما هنزود يعني كل ما هنخش في الماده هتبقى اسهل. الماده سهله اصلا، عامله زي المنظمات الدوليه والدستور في الترم الاول.
الترم الثاني اللي انتوا خدتوها نفس الكورس في الترم الاول، انتوا خدتوا في الترم الثاني منظمات دوليه ودستوري، اللي نجح فيهم هيلاقي الكلام كله متشابه مع القانون الدولي ده. معلش بقى من اخر اليوم اتلخبط شويه انا وزرور يعني. تقسيم القانون الدولي من حيث نطاقه الجغرافي، القسم الاول قال لك القانون الدولي العام وده بيطبق على كل اشخاص القانون الدولي. طب القسم الثاني يشمل القانون الدولي الاقليمي او القاري او المحلي، وده بيتعلق باقليم معين او بقاره ايه بعينها. مثال ذلك قال لك القانون الدولي الامريكي، القانون الدولي الاوروبي الى اخره. هنا بقى في نقطه مهمه، قال لك في الحالات التي تتعارض فيها قواعد القانون الدولي العام وقواعد القانون القاري او الاقليمي هنطبق اي واحد فيهم؟ طبعا هنطبق قواعد القانون الدولي العام. الدكتور بيقول هنا اهوت، وفي هذه الحاله حاله التعارض بين القانون الدولي العام والقانون الدولي القاري او الاقليمي تكون الغلبه للقانون الدولي العام باعتباره القانون الاسمى او الاعلى الاقوى يعني. خلاص كده احنا خلصنا النهارده، نتكلم بقى في حلقه الجايه ان شاء الله صفحه 20 على نشأة القانون الدولي العام وتطوره، القانون الدولي العام وتطوره. طبعا انا بقول دولي عشان انا واخد على الكلمه دهيت، فقانون دولي قانون دولي مش هتفرق. المهم ان احنا وصلنا لحد صفحه 20. في اي حاجه كلمونا على الواتس، وانا ان شاء الله انا اللي هنقل لكم، وان شاء الله نتقابل في حلقه جديده، والرقم هتلاقوه دايما تحت في الفيديو، هتلاقيه تحت في الفيديو رقمي. ان شاء الله حبيت تبعت لي اي حاجه او عايز لينك جروب مثلا للسمر كورس بتاع الفرقه ابعته لك. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.